استاذ جمال خبرنا مزبوط انه مسلسل الفلاحين راح يتاجل لفتره شوي طويله ابدا بعضه عم يتصور يعني ما تاجل هو يعني نازل هو بعده باكتوبر ما تاجل العمل لانه عم يتصور صار باواخره يعني اواخر انجاز التصوير يعني في كثير اشخاص قالوا انه في عوائق بالتصوير عشان هيك تاخر عوائق مثل شو يعني اهم عائق عنا الماديه الحمد لله ماديه ممتازه والله كريم بس عوائق عوائق كانت في شتاء وكان وهيك ما قدرنا صورنا بجبال لانه كان يعني برد وسقعه وثلج بس عوائق ابدا ما في كلنا يعني مأمنه أنت جمال خبرنا بس تشوف مسلسل حضرتك أنت شتله عم ينجح بطريقة كتير يعني حلوة هذا شو يعني شو الإحساس بيكون عندك بس تشوف يعني شفنا مسلسل شقيقتين حقق نجاح كتير كبير. هذا شيء أنه نضلنا متابعين ومصابرين بالدراما اللبنانيه نحن بعدك عم تقول عن ثوره الفلاحين ثوره الفلاحين على فكره من اكبر من اكبر الانتاجات اللبنانيه والعربيه يعني من احد اكبر يعني العمل واللي انباع معنا عربيا وعالميا لأنه محطة النتفليكس العالميه فهذا شيء بيشرف الدراما اللبنانيه وبيعطينا هيك اندفاع لقدام انت جمال والاشخاص اللي بينتقدوا العمل مثل مسلسل شقيقتين صار يقعدوا يشوفوا يقولوا الدور بالليل وبرا ضو لانه ما اعتقد ما عندهم خبره يعني احنا طلعنا على هيدا ما كان فيه الدي او بي مضوى برا بس اني anyway حناخذ بعين الاعتبار ونحسن اذا هالشيء قلقهم يعني